في تصريح خاص لمركز الأخبار، أشارت السيدة منال الديري رئيس وحدة الشكاوي بوزارة الإسكان أن الوزارة بدأت بتلقي جميع الطلبات والاستفسارات الإسكانية عبر عدة قنوات، من أبرزها الحضور الشخصي أو عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة من خلال المنصات الاجتماعية والمنظومة الإلكترونية. تود وزارة الإسكان أن تؤكد على تفعيل كافة قنوات التواصل الفعال مع المواطنين، وذلك بتفعيل عدد من القنوات ممثلة كالتالي: القناة الأولى هي قناة حجز المواعيد المسبقة حفاظا على الإجراءات الاحترازية بمركز خدمة العملاء بالوزارة للمواطنين والموظفين على حد سواء عبر التواصل المسبق مع مركز الاتصال الوطني 8001، وذلك للإجابة على استفساراتهم. القناة الأخرى هي قناة برنامج تواصل، والذي يقوم باستقبال ما يربو على 50 استفسار أو أكثر يوميا، والتي يتم موافاة المواطن فيها بالرد فورا أو خلال أيام معدودة. أما القناة الثالثة فهي قناة منصة تحت أمرك الإلكترونية، وهي قناة فعالة يتم الرد فيها على المواطن خلال 48 ساعة برسالة نصية لإفادته بتحويل المعاملة للقسم المختص. كما نود التأكيد بأن بعض الأقسام قد فعلت خاصية الواتساب بالتواصل مع المواطنين للإجابة على استفساراتهم واستكمال إجراءات معاملاتهم. كما نود أن نلفت انتباه المواطنين الكرام بأن الوزارة تقوم برصد كافة الملاحظات التي تطرح على قنوات التواصل المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بإحالتها إلى الأقسام المختصة لمباشرة الحل فورا أو اتخاذ الإجراءات بحسب النظام.